وقال قائل: بما يجاب عما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم عبدك وخليلك قد دعا لمكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة بمثلي البركة، فمع البركة بركتين. فيقال هذا حديث صحيح. وموضع الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إني عبدك وخليلك، فيجاب عن هذا من أن هذا تنوع في الدعاء، لأن مقام الرسالة مقام عظيم، أو أن هذا قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله، فلا تعارض بين ما جاء عند الترمذي وبين تلك الأحاديث المثبتة للخلة.